حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المواقع المحلية نازحات في الحديدة أجبرنا على إعداد طعام لمقاتلين حوثيين. واقتصاديا اليمن يكافح للإفراج عن حساباته المجمدة في الخارج. ومن أخبارنا المنوعة قرار في بلجيكا يثير غضب المسلمين واليهود. أهلا بكم. يتردد مقاتلو ميليشيا الحوثي على مخيم الدريهمي والتحيتة، ولكن ماذا يريدون ممن هربوا من الحرب بدون امتلاك شيء؟ وفقا لموقع الصحوة نت، فإن الحوثيين يطالبون النازحين بإعداد وجبات الطعام لهم. وقال الموقع استنادا إلى مصادر موثوقة إن النازحات تعرضن للإجبار على إعداد الطعام بقوة السلاح وتهديد أزواجهن بالقتل حال رفضهن ذلك. ووفقا للموقع فقد أجبرت ميليشيات الحوثي نازحين من مديريتي الدريهمي والتحيتة على الفرار نحو مناطق أخرى أكثر أمنا في مدينة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن النازحين فروا إلى مناطق الخوخة والمخا بعد تعرضهم لمعاملة قاسية أجبروا من خلالها على العمل في خدمة عناصر وقيادة الحوثيين في المناطق القريبة من المخيم. موقع مأرب بريس تحدث عما تقدم عليه ميليشيا الحوثي في الحديدة، وعنون الموقع تعرف على أكسفورد الشرق التي نهبها الحوثي. وقال الموقع إن دعوة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو جاءت لمحاولة إجبار ميليشيا الحوثي الإنقلابية على إعادة ما نهبته من مكتبة مدينة زبيد لتفتح الباب أمام ممارسات الميليشيا الممنهجة لطمس هوية وحضارة اليمن العريقة. وقال الموقع إن الحوثيين أقدموا على سرقة ونهب المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية ونفائس نادرة من مكتبة زبيد التي توثق تاريخ عاصمة اليمن في القرن 13 إلى القرن 15 الميلادي. ويفيد الموقع أن ميليشيا الحوثي أقدمت على زراعة مئات الألغام والعبوات الناسفة في مدينة زبيد وأسوارها التاريخية. ويؤكد الموقع أن المدينة تضم حوالي 2400 منزل تقليدي يتراوح تاريخ بنائها بين 200 إلى 600 سنة، ووصفها المستشرق الفرنسي بول بوبنفال بأكسفورد الشرق، وظلت عاصمة ومركز حكم للدويلات المتعاقبة مثل الدولة النجاحية والمهدية. التهديدات العالمية الأبرز في العام 2019. تحت هذا العنوان كتب نائب رئيس وحدة التحليل التكتيكي في مركز التوقعات الاستراتيجية ستريت فور سكوت ستيوارت مقاله المعاد نشره في الغد، مضيفا في فقرات من المقال: سوف يزيد هذا الواقع من احتمالات المزيد من الأعمال العدوانية الإيرانية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والحرب الهجينة، بل وحتى الهجمات الفيزيائية. ولدى إيران النية والقدرة على شن مجموعة متنوعة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الإسرائيلية والخليجية والغربية، وقد أرسى البلد الأسس مسبقاً لتنفيذ مثل تلك العمليات. تلعب إيران لعبة أرقام بطريقتها في شن الهجمات السبرانية، مفضلة شن الهجمات بأعداد كبيرة على الرغم من معدل النجاح المنخفض. وسوف تكون الشركات المهددة أكثر ما يكون هي تلك التي لها علاقات مع حكومات إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة. وتعني مجموعة أهداف إيران المتوسعة وقدراتها المتحسنة بسرعة أن المزيد من القطاعات ستكون عرضة لخطر كل شيء، من هجمات الحرمان، من توزيع الخدمة إلى سرقة البيانات الحساسة. سوف يصبح وقوع هجمات فيزيائية تشنها أجهزة الاستخبارات الإيرانية ضد أهداف عربية خليجية أو إسرائيلية أو غربية أو معارضين إيرانيين أكثر احتمالاً. وتستطيع إيران أن تحرك واحداً من وكلائها العديدين أو أي جماعات أخرى لديها صلات بها، ويمكن أن تزيد هذه الخطوة من الاضطرابات السياسية ووتيرة الهجمات في مناطق عملياتهم في البلدان المعنية. وتشمل هذه الجماعات حزب الله في لبنان، ووحدات الحشد الشعبي في العراق، والجماعات المتشددة في البحرين، والحوثيين في اليمن، وطالبان في أفغانستان، والشيعة في المحافظة الشرقية من المملكة العربية السعودية. على الرغم من أن المناطق حيث تمتلك إيران وجوداً مباشراً أو وكلاء نافذين هي الأكثر احتمالاً للتأثر، فإن أصولها العالمي يعني أن بإمكانها تنفيذ عمليات في أي مكان. كما سيكون لدى إيران
حافز للعمل ضد الغربيين في أراضيها واستخدامهم كأوراق للمساومة. من بين أكثر الدول التي يتواجد فيها الطلاب اليمنيون المبتعثون إلى الخارج ماليزيا، ووفقا لموقع رأي اليمن، الطلاب اليمنيون في ماليزيا لهم حضور إيجابي في الحياة الأكاديمية والعلمية في الجامعات، وحصل مجموعة كبيرة منهم على تقديرات عالية في التحصيل العلمي. وفقا لرئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا دكتور محمد الرشيدي، فإن عدد الطلاب اليمنيين في ماليزيا يصل إلى 6300 طالب طبقا لآخر إحصائية للاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا. وأكدت الإحصائية وجود 50 طالبا متفوقا في جامعات ماليزيا مختلفة حكومية وخاصة. وفي السنوات الأخيرة حصل ما يقارب من 8 طلاب على براءات اختراع. ووفقا للموقع فهناك عدد من الطلاب اليمنيين أصبحوا معلمين في الجامعات التي تخرجوا منها، كما حصد الطلاب اليمنيين المراكز الأولى في 6 جامعات ماليزية في المسابقات الثقافية التي تشارك فيها 10 الدول. يقول عمرو ياسين وهو طالب دكتوراه في قسم اللغة الإنجليزية في ماليزيا: لا يقارن الطالب اليمني مع طلاب الجنسيات الأخرى من حيث المستحقات المالية، ولكن من حيث الجهد الذي يفنيه في دراسته طوال الوقت، وهذا ما يؤهله للتميز. اعتبر موقع المشاهد نت الكتابة على الحافلات نوعا من أنواع التعبير، وعنون الموقع: الكتابة على الحافلات، السخرية من الواقع بالكلمات. وقال الموقع إنه في سياق العبارات المكتوبة على حافلات نقل الركاب في اليمن تستوقفك عبارة مثل: اليمن كوكب المغامرات، سنموت بعد قليل، والتي تأتي للتعبير عن رفض الحرب التي تشهدها اليمن للعام الرابع على التوالي، والتي حولت الموت إلى أمر اعتيادي يرافق اليمني ويلازمه في ظل المغامرات الطائشة للسياسيين وأصحاب القرار في البلد، وهو الأمر الذي جعل اليمني يؤمن باقتراب الموت منه والذي أمسى موعده بعد قليل. هذه العبارة وغيرها تأتي للتعبير عن آرائهم ومواقفهم من جميع القضايا اليومية التي يواجهونها، بدءا من الحرب والآثار السلبية المترتبة عليها والتي تؤثر على المواطن اليمني في جميع جوانب الحياة. يفيد الموقع: تتنوع العبارات بين الطابع السياسي أو الاجتماعي أو العاطفي أو الترفيهي، وصولا إلى عبارات تحمل معاني الأمثال والحكم والتي تأتي كنتاج لتجارب حياة أصحابها. تحدي ال10 سنين، تحت هذا العنوان كتبت سما حسن مقالها المنشور في صحيفة العرب الجديد. من التقليعات التي لا تزال تمارسها مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر تطبيق جديد على موقع فيسبوك يطلب من المشترك أن ينشر صورته اليوم وصورته قبل 10 سنوات. ماذا لو انتشر تطبيق آخر يسأل من خلاله مشتركو مواقع السوشيال ميديا المختلفة: ماذا حدث لروحك خلال 10 سنين؟ هل كان المشترك سيسارع إلى أن يكتب عن الشغف الذي ضاع؟ الشغف بأشياء بسيطة كانت تجلب السعادة، النظر الذي كان يطيله ليتأمل وردة نمت بجوار حائط، عن الرغبات التي تلاشت، وعن الاكتفاء بواقع أليم خوفاً من واقع أكثر ألماً. والسؤال الذي سيعجز عنه كثيرون: هل حافظوا على الطفل في دواخلهم على الرغم من التجاعيد وعلامات الزمن التي لا تستثني أحداً؟ قليلة كانت الصور الموجعة التي نشرت انجراراً وراء تحدي 10 سنين. صورهم اليوم مع مقاعد فارغة وأذرع تحتضن الهواء وأماكن مهجورة، والأكثر فزعاً كانت صور الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي نشرها ذووهم، والمقارنة بين صورة لك وأنت تنعم بالحرية وبين أهلك وصورة أخرى في زنزانة لا تدع مجالاً واحداً لعقدها، لأن الصور كلها مؤلمة. ومن خلال تحدي 10 سنين، من السهل أن تبدو النساء خصوصاً أجمل وأكثر نحافة وبالغات الأناقة، ولكن لم تكتب واحدة مثلاً أن قلبها مثخن بالجراح، أنها مصدومة من العالم الذي ينظر إليها كأنها كتلة من الصلصال يعتصرها بيديه ويعيد تشكيلها. لماذا لم تكتب واحدة أنها قبل 10 سنين كانت ساذجة وأصبحت اليوم حمقاء؟ هذه الأسئلة عن عقد من الزمن مر في حياة امرأة عادية مثل باقي النساء تعني أنها لم تخرج من عنق الزجاجة، وأنها تكابر، أنها مبهورة بالعالم إلى درجة أن تنشر صورها اليوم وفي الماضي وهي تصدق نفسها. ما أبشع الحياة ونحن نساء
نكذب على أنفسنا لأن لكل صورة جميلة ثمنا كبيرا. اليمن يكافح للإفراج عن حساباته المجمدة في الخارج، عنوان لصحيفة العرب الجديد، حيث تسعى الحكومة للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، منها 87 مليون جنيه استرليني في بنك إنجلترا الذي يرفض إلغاء الحظر عليها في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل والحد من الأزمة المالية. وأكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام في تصريح خاص بالصحيفة أن خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة اليمنية في شهر يوليو 2016 تجميد الأرصدة عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين ومنها حسابها لدى بنك إنجلترا. أضاف زمام: حاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنجلترا قد أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي، وليس للتجميد تأثير كبير كون المبلغ ضمن الاحتياطي الخارجي للبنك. وتابع المحافظ: نريد تفعيل الحساب ولا نفكر في سحب المبلغ، لدينا حسابات أخرى مفعلة ولم نسحب منها. وقال سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل أرون في تصريحات صحفية سابقة إن بنك إنجلترا وهو مؤسسة مستقلة أرسلت رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جوابا. مصادر مصرفية حكومية رفضت ذكر اسمها أكدت أن حسابات أخرى للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني. اعتقلت السلطات الأمريكية 4 أمريكيين، 3 رجال ومراهق بحسب موقع شبكة البي بي سي، بتهمة التآمر في تنفيذ هجوم بالقنابل والأسلحة ضد تجمع للمسلمين في ولاية نيويورك. ووجهت السلطات للمشتبه بهم تهم حيازة قنابل محلية الصنع وأسلحة نارية والتخطيط لمهاجمة مؤسسة إسلامبرغ التي أسسها رجل دين باكستاني في الثمانينيات في بلدة هانكوك بمقاطعة ديلاوير. مجتمع إسلامبرغ أصبح هدفا لمن يتبنون نظرية المؤامرة في الولايات المتحدة، لأنهم يعتبرون هذا التجمع معسكرا لتدريب الإرهابيين. ويقول المحققون إن المجموعة التي تتخذ من مدينة غريس في شمال غربي الولاية مقرا لها صنعت على الأقل 3 عبوات ناسفة باستخدام شريط لاصق وأوعية كبيرة واسطوانات تحتوي على مسامير ومقذوفات أخرى، وتم العثور عليها في منزل مراهق عمره 16 عاما. وقال باتريك فيلان رئيس شرطة مدينة غريس إن التحقيق بدأ على إثر معلومات جاءت من طالب سمع تعليقات عن المخطط من طالب آخر عمره 16 عاما في المدرسة يوم الجمعة. 500 قاض، تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: كانوا 500 قاض في محاكمته وهم متطوعون، لأن إصدار الأحكام يحتاج إلى شجاعة، ومن يجد في نفسه الجرأة على إصدار حكم بالمؤبد أو الإعدام فليتقدم. تطوعوا لمحاكمة الرجل الذي سوف يعرف منذ ذلك الوقت بأبي الفلسفة والفلاسفة. وكانت التهمة عظيمة، فإن هذا السفسطائي الذي يتجمع حوله المريدون والطلاب أن ذهب لا يكف عن التشكيك في آلهة أثينا جميعها. امتلأت أدراج الساحة المفتوحة بالحضور، القضاة في أثوابهم البيضاء الفاخرة، والجماهير كذلك، والمتهم سقراط حاف يرتدي ثوبا رثا يرخي شعره الأشعث كالمعتاد. ولما رفض توكيل محام عنه عينت المحكمة له محاميا متطوعا وفق القانون، لكنه رفضه أيضا، وبدل ذلك راح يدافع عن نفسه، أو بالأحرى يهاجم القضاة. لقد استجوبت من تسمونهم علماء وتأكدت من أنهم لا يعلمون شيئا، ولا شك في أنني أعلم الناس، لأن الآخرين يعتقدون أنهم يعلمون بعض الأشياء، أما أنا فإني أعلم بأني لا أعلم شيئاً. انفجر القضاة بالضحك، وضحك الحاضرون، ومضى هو يخاطبهم: لا تحاول تبرئتي، فإنها رشوة لا تفيد، لن تغير في قناعتي شيئاً. لكنه حذرهم أيضاً: إذا أعدمت فسوف تخسر أثينا رجل النور، ويغرق الأثينيون من بعدي في سبات عظيم. ختم مرافعته دون أن يطلب العفو أو الرحمة. اقترع لإدانته 230 عضواً و220 لبراءته.
ووقف تلاميذته وبينهم أفلاطون يعرضون دفع تعويض مالي عنه فرفض، ورفض فكرة المنفى لأنه سوف يمنع من الكتابة. ورأى القضاة في هذا التحدي إهانة لهم، ففي الدورة الثانية من الاقتراع صوت لإعدامه 360 عضواً. الأرجح أنكم جميعاً قرأتم عن هذا الحدث من قبل، وأنا أيضاً كتبت عنه من قبل، لكن اليوم كان يخطر لي ترى كم شخصاً في العالم في التاريخ يعرف اسم أحد القضاة أو رئيس المحكمة، أو من كان قائد القوات المسلحة عندما نقل سقراط إلى السجن، حيث أمضى شهراً أعطي بعدها كأس السم يتجرعه. اليهود والمسلمون معا غاضبون من قرار أصدرته بلجيكا، وعنونت صحيفة القدس العربي قرار بلجيكا بحظر الذبح الحلال يثير غضب المجتمعين المسلم واليهودي. وقالت الصحيفة إن قرار منع الذبح الحلال في الإقليم الفلامندي في بلجيكا أثار ردود أفعال المجتمعات المسلمة واليهودية عقب دخول القرار حيز التنفيذ مطلع العام 2019. واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي اللذان يشكلان 6% من إجمالي عدد سكان بلجيكا اعتبروا القرار تقييدا للحريات وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية لهما. وبحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية فإن عملية الذبح الشرعية تسمى بالحلال لدى المسلمين وكشر لدى اليهود، وتتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين الإسلامية واليهودية أن تكون الأضحية سليمة صحيا وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام عملية الصاق الكهربائي أو التخدير واعتبارهما طريقتين لا تتوافقان مع أحكام الشريعة. وبشكل عام يعتبر اليمينيون المتطرفون في أوروبا والناشطون المدافعون عن حقوق الحيوان أن ذبح الحيوانات بدون ساقها أو تخديرها يجعلها تشعر بالألم وأن هذه العملية فيها انتهاك لحقوق الحيوان. وظهر قانون منع الذبح الحلال في أوروبا عام 1933 في عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر، وبقي ساري التطبيق حتى الآن في كل من السويد وسويسرا والنرويج وأيسلندا والدنمارك وسلوفينيا. يبدو أن علماء الآثار في مصر والعالم كما تصف صحيفة البيان سيكونون على موعد مع اكتشاف طال انتظاره طويلا بعد تقارير صحفية تؤكد تحديد موقع دفن ملكة مصر القديمة كليوباترا ومارك أنطونيو. فعالم المصريات ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار زاهي حواس قال مؤخرا خلال مؤتمر في إيطاليا إن موقع قبر كليوباترا وأنطونيو موجود في منطقة تابو سيريس ماجنا على بعد 30 كيلومتر من الإسكندرية. وأوضح حواس أنه ينتظر البدء بالكشف عن القبر المفقود، مضيفا أنه يأمل في العثور على قبرهما قريبا وأنه يعتقد أنهما دفنا معا في القبر نفسه. وقال حواس: نحن قريبون جدا من العثور على الموقع الصحيح للقبر، إننا على المسار الصحيح ونحن نعلم أين سنبدأ أعمال الحفريات بالضبط. كليوباترا هي آخر ملوك الأسرة المقدونية التي حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد. وبحسب الاعتقاد السائد فقد أقدم أنطونيو وكليوباترا على الانتحار بعد الخسارة من قبل قوات القائد الروماني أوكتافيوس في معركة أكتيوم سنة 31 قبل الميلاد. إذن صور مذهلة للقمر من الأرض وأخرى من وكالة ناسا لسطحه نشرتها صحيفة واشنطن بوست، نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.